مساء الخير. نهار اليوم صارت أجواء شتوية في عموم مناطق المملكة، حطلت زخات من الأمطار كانت متفرقة الطابع ومتفاوتة الشدة وأيضا متباعدة الفترة. هذه الأجواء يتوقع أن تستمر خلال ساعات الليل مع تراجع قليل على شدة هذه الهطولات المطرية، لكن اعتبارا من يوم غد بإذن الله تتأثر المملكة بمنخفض جوي تم تصنيفه على أنه من الدرجة الثانية. تعود فرص الأمطار وتعود الأجواء الباردة والرياح القوية وأيضا زخات البرد وأيضا بعض زخات الثلوج فوق القمم الجبلية العالية. توقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة، حيث تكون الفرصة مهيئة لهطول زخات خفيفة من الأمطار، 5 درجات مئوية الملموسة، 2 رطوبة مرتفعة، والرياح تكون جنوبية غربية نشطة السرعة. توقعات الجوية لباقي مناطق المملكة اليوم غد بإذن الله، نبدأ بالمنطقة الشمالية حيث تتأثر بمنخفض جوي تم تصنيفه على أنه من الدرجة الثانية. تكون الأجواء ماطرة مع تساقط للبرد في عموم المنطقة الشمالية. تكون هذه الهطولات عبارة عن هطولات ثلجية فوق القمم الجبلية العالية جدا. إرب 8 إلى 7، عجلون 7 إلى 4، جرش 7 إلى 4 أيضا، والمفرق 10 إلى 5 مع فرصة لتساقط حبات البرد مع أجواء ماطرة بشكل عام. المنطقة الوسطى نفس الأجواء، أجواء ماطرة مع تساقط للبرد، أيضا فرصة لهطول بعض زخات الثلجية لفترات قصيرة في المرتفعات الجبلية العالية. البلقاء 7 إلى 5 نفس الحرارة في مأدبة. عمان 7 إلى 3، الزرقاء 10 إلى 3، والبحر الميت 19 إلى 14 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية نبدأ بالكرك، تكون أيضا الأجواء باردة 6 إلى 2 مع فرصة لتساقط لحبات البرد، تكون ثلجية في المرتفعات الجبلية العالية الطفيلة، فرصة لزخات من الأمطار مخلوطة بالثلوج، تكون ثلجية أيضا كلما ارتفعنا عن مستوى سطح البحر 4 إلى 1، الشرع 4 إلى 1 أيضا مع فرصة لزخات من الثلوج والأمطار معان 9 إلى 0، والعقبة 20 إلى 9 درجات مئوية. بالنسبة للمنطقة الشرقية تكون الرياح قوية في المنطقة الشرقية مع حبات قوية أيضا تعمل على إثارة الأتربة والغبار، الأزرق 12 إلى 5، الصفاوي 11 إلى 3، ورويشت 13 إلى 3 درجات مئوية. بهذا ننهي نشرتنا، للقاء.